في كمان سجون نفسية وسجون عقلية. في ممكن إنسان يكون مسجون جوه فكرة واحدة وعمال يلف وراها مستعبدة وخلته مرهق إلى أبعد الحدود. أحيانا لما ببص للإنسان بلاقي ناس مسجونة ومقفول عليها وتظن أنها حرة. منا مسجون داخل فكرة وسواسية قهرية له، ومنا مسجون داخل رغبة تجعله عبد لمادة أو لشخص أو لعلاقة أو لمكان، ومنا مسجون داخل زمن، ومنا مسجون داخل حكاية بيحكيها لنفسه كل يوم، ومنا مسجون داخل قصة عايش فيها دور البطل أو دور المظلوم، ومنا مسجون في عالم الشهوات التي تشبه النار لا تشبع، ومنا مسجون يجري ويلهس وراء مكانة اجتماعية أو ورقة يظن أن تلك الشهادة من عالم البشر كفيلة إنها تجعل له قيمة، لأنه داخليا يشعر أنه منزوع القيمة بدونها. منا ومنا ومنا، ولكن أحيانا أظن إن إحنا كلنا سجناء داخل أفكارنا، داخل العلبة دي. ففي لحظة صدق ما بينك وبين نفسك، لو مسجون داخل فكرة من الخوف، خايف تمرض، خايف تفتقر، خايف تترفض، خايف تكسر، فانت هنا مسجون. وكل السجون هي سجود خفي لأفكار أو مخاوف أو مواد أو علاقات أو سجون مخفية داخل عقلنا، أو سجود خفي للعقل أو للنفس أو للجسد، سجود خفي لمكان أو مكانة، سجود لا واعيا. والسجود جعلك فريسة سهلة إنك تترمى جوه سجن من العزلة النفسية رغم وجودك وسط ملايين البشر، وكل واحد فينا مسجون داخل فكرة، مسجون داخل تكرار ممل لسلوك، مسجون داخل مكان أو مكانة يريد ويطمح ويرغب بشدة أنه يوصلها. فمنا من هو ساجد للمال، ومنا من هو ساجد لشخص، ومنا من هو ساجد لجسد، ومنا من هو ساجد لمادة، ومنا من هو ساجد لمكانة أو مكان أو قيمة أو نظرة من الآخر. فدعنا يا عزيزي ندخل إلى أعماق أنفسنا ونرى بصدق الحقيقة كل واحد فينا مسجون في أنهي فكرة، تمام، وساجد أنهي نوع من السجود. صدقني كلنا ساجدين. لعالم وهمي داخلي.
لكن ما حدش فينا ساجد لله حقيقي. كلنا بنعبد أنفسنا وهوانا، رغباتنا وشهواتنا وأطمعنا وأنانيتنا ومثاليتنا، لكن ما حدش فينا ساجد السجود الحقيقي وحاضر الحضور الحقيقي ومتصل الاتصال الحقيقي ومتواجد الوجود الحقيقي، لأن احنا كلنا مغيبين داخل برمجة أو غيبوبة البرمجة، غيبوبة الإدراك، غيبوبة السقية اللي بنلف فيها كلنا، سقية المال اللي بنجمعه وبيخلص آخر اليوم، سقية الأكل والشرب، الكرش اللي بنبناه وبيفضى برضو كآخر اليوم، سقية إيه بقى؟ سقية كل حاجة. عمال نلف زي التور في الساقية بالظبط، التور في الساقية ما بيفصلش، مش عارف أصلا هو هنا ليه ولا بيلف ليه ولا إيه الغاية أصلا من اللي احنا فيه، وإمتى هيخلص وإزاي يخلص، وقواعد اللعبة إيه. منا مربوط وبيحلم إنه يفك، بس هتفك من إيه بقى يا معلم؟ هتفك من ربطة المال، من سقية المال، ولا سقية الأكل، ولا سقية العلاقات، ولا سقية السياسة، ولا سقية الغلا والجري ورا الرزق؟ هتفك من إيه بالظبط؟ من سقية المخاوف اللي سايقك، والأطماع اللي مستعبدك، والأنانية اللي كسرك، والشهوات اللي مش حططك؟ هتطلع من ايه؟ خلينا كلنا محشورين جوه اللعبة. السلام عليكم.